أهلين وسهلين بالجميع. اليوم شرح مبسط بسرعة على الإيفنت الجديد اللي نزل في شهر 23/8/2021. طبعا شرح بسرعة، هو سهل جدا، ما فيش أشياء كثيرة، بس بدي أنزلكم المقطع مشان تفهموه زيادة وبس. هذا اللي كان عندي، تفرجوا على المقطع واعطوني رأيكم تحت في الكومنتات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيه، حطوا لايك وانشروا المقطع، وخليكم مع المقطع. اهلين اهلين اهلين، اليوم عندنا الايفنت الجديد اللي نزل اسمه لاي لاين اوفر فلو. هون كاتبين 3/3 ومكتوب هون ريمايندينج بونوس ريوارد توداي، يعني اليوم 3/3، فثلاث اماكن اروح لها. وهون بتقدروا تشوفوا انه في 1 2 3 4 5 6، ست اماكن، في 2 في مستا، في 2 في كل مدينة، في 2 في هاي المدينة، 2 في هاي المدينة، و2 في النزومة. اوكي، تعرفوا شو، هون ما في ولا شيء، هن روحوا بس. راح تروح تستخدموا 20 قمر او هلال مشان تربحوا هاي. والشي اللي بيعطيك بونص، يعني في شي واحد بس. ليش كاتبين 3/3؟ لانه بيعطيك ضرب 2، يعني لو رحت وعملت هاي تشالنج وربحت راح يعطوك 88,000 و15 وهون 200، فبس راح يعطوها لك بس 3 مرات في اليوم. تروح لهون، لا لازم اقتل 4 منهم. وطبعا المونستر بس في ليفل 57 لسبب واحد. شوف هون، شوف اعطوني 88,000. الليفل مو عالي تبع المونستر تبعي، لانه انا نزلت عالمي لليفل 4 مشان اسهل على نفسي قتل الوحوش، ما بديش ضد اللي صعب. شوف استخدمتها مرة، راح ندخل للايفنت راح نشوف بقينا 2/3. بمعنى اخر انا بختار اي مكان بدي اروحه وبعمل هاي التشالنج. بس استنى بدي اشوف لو كلهم مثلا اعطيني هاي. ايه اوكي، يعني بتدور في المابات هذول كلهم، يمكن هاي هاي كمان، بس هاي ما بتعطيك مصاري، بتعطيك لو بدك تزيد شخصياتك في الليفل، فراح يسهل عليك. انا راح انزل هون اعمل هاي قريبة، ما بدي اروح لمكان بعيد وبس هيك. يعني بيعطوك دبل ضرب 2 من الاشياء اللي بتربحها في العادة، يعني مو ايفنت كبير بس بيفيدك لو كان باقي لك مصاري او هيك شيء. هيك خلصنا هاي، ناخدها كمان مصاري، ما بنقول هلا صح. هون اعمل هيك ونعمل الثالثة ونكون خلصنا ال، استنى ابلش هاي في نفس الوقت. هيك بس 3، تعال لهون حبيبي ابلع، يلا روح. هيك خلصنا، فراح تشوفوا بعد ما عملتها 3 مرات راح احاول اروح للرابعة وافرجيكم انه ما راح تقدروا تاخذوا ضرب 2 عليها. ابلع ابلع ارجع.
وهيك هاي المرة الرابعة فما في ضربة اثنين، شفتوا؟ وهلا لو اخذتها راح يعطون بس 44,000. بس يا رب اكون استفدتكم بهاي المقطع، بهذا المقطع، وبس لا تنسوا اللايك والاشتراك وكمان الشير، وبس نراكم في المقطع القادم. باي.